بين العملاقين البرتغال وإسبانيا. كل واحد محمل بهمومه، كل واحد محمل بطموحاته، كل فريق أيضا محمل بالجماهير الغفيرة الوفية الحاضرة هنا. الكرة خطيرة، الموتينيو، الكرة من قبل جديش، والدفاع بعيدة تماما، كرة صعبة لصالح منتخب البرتغال عن طريق رونالدو. رونالدو 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 با 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 ضربة جزاء فعلها الحكم روكي، فعلها كريستيانو رونالدو بالإسبان، وضربة جزاء في الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة. حكم اللقاء يعلن ضربة جزاء كريستيانو رونالدو في الأربعة نهائيات. بالرغم من الظروف، تيبو بابا إنيستا، والتغطية الدفاعية من هنالك، إسكو دخل، إسكو مازال لعب، إسكو كرة رائعة من قبل ديغو كوستا في اتجاه دافيد سيلفا، يسدد بيمناه، كرة بعيدة، إسكو 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 إسكو، الركلية الأولى في المباراة، إسكو بعيدة في القائمة الثانية وسط ناتشو، كرة لإسبان، ديغو كوستا يلعب لجوردي ألبا، ليس هناك خطأ برتغالي، الكرة الحكم خلى الأفضلية، لا يقول خطأ، وبطاقة صفراء لبوسكيتس، البطاقة سيتي رونالدو، الحكم يقول كان فيه دفع على الجدار وخطأ على الجدار في نهاية المطاف كريستيانو رونالدو بشكل رائع، وتفضل إنيستا 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 با 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 جول ثاني، أخطأ في تنفيذ الركنية، لم يقدر عليها، ثم جيريرو مرة، شوف كيف رجعوا ناس المنتخب البرتغالي. يعني نعم، عندما تكون تشاهد المباراة انت تشاهد حامل الكرة وما يفعل به. با 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 يا 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 فنان انت يا رونالدو، تمريرة من اروع ما يكون في التوقع. با با كوستا 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 با 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 كوستا، جول با 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 جول كوستا 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 كوستا، عملاق انت يا ديغو، نعم وحده كرة عالية. هل هناك خطأ سيدي حكم؟ ماذا هنالك؟ جول لديغو كوستا، حكم المباراة جان لوكا روكي يعرف بأن ديغو كوستا خداع، يعرف بأبا وتضيط بابا بابا جول بابا بابا جول. هل دخلت يا سيدي الحكم؟ كوستا دخل، العملاق راح، ديغو كوستا بابا بابا خطيرة، لا لا الحكم يقول ليس هناك لا بد الخطأ، خطأ لمانشو لمنتخب إسبانيا، يترقب وينتظر، ينتظر الجول الثاني للإسبان، دافيد ولا إنيستا، ديغو كوستا، ديغو كوستا يسرع لجوردي ألبا، جوردي ألبا با 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 با، لعبة بلاي ستيشن هذه الكرة على الطريقة البرشلونية الكتالونية، نعم جوردي ألبا من هنالك، يسرع لجيرو، أول مرة يلعب خمس مرات ستة تحت البرتغاليين، لا أريد الدفع ولا الدفاع ولا مسك ولا عرقلة، قليلة جدا ضيعوا كرات قليلة، هاي الكرة في اتجاه جوردي ألبا، المستحيلات ثم البناء ثم التسجيل ثم الفوز ثم التفوق، وهكذا الكرة في أمام ديغو كوستا، يستفيد من الخطأ، يلعب شوط كبير ديغو كوستا اليوم من أمام جوزيه فونتي ومن أمام المباراة الإسبان عدو باتريسيو، ينتقل ذلك سواريش، يلعب على جاليوم سواريش، يلعب على جاليوم من وسط دافيد سيلفا، يلعب الكرة لإسكو إسكو با 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 تسديدة قوية، المراقبة باليمنى والتسديد على الطائر باليسرى، مبدع يا إسكو مبدع ورائع، إنيستا استلم الكرة يلعبها للجهة، شوف هذا جوردي ألبا من هنالك، جوردي ألبا كرة بعيدة من بيبي خطيرة وبابا خطيرة رونالدو با 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 جول 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 رونالدو، يحدث زلزال في فيش ستاديوم، وخطأ بادح من دافيد دوخيا، دافيد من كرة واحدة من لعبة واحدة من تسديدة واحدة ثنائي، ينفذ الركنية يرفع أليا بالرأس، والدفاع يدخل جيريرو لم يلحق، الحكم صفر، نهاية هذا الشوط المثير، نهاية هذا الشوط الرائع، راموس إنيستا وصلته الكرة، نعم الرطوبة تأثر على أرضية الميدان، تسديدة بامتياز، الكرة من دافيد سيلفا.
Hakinek a Costa e a Digo, Ronaldo Turaia, a Digo Turaia, Cristiano Turaia, o Guedes, 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 o Ramosse, Guedes, Xavi, o Isco do Ramos. كرة بعيدة لجواو ماريو تغطية دفاعية من ذلك من بيكي كرة لبوسكيتس شكيك رافينيا برازيل سبحان الله المبدع في تشكيلة منتخب يا خامال سيلفا 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 جوردي ألبا Isco! تفوق عليه هنا في التشكيلة الإسبانية لكن دخل المهاجم أسباس راح يدخل بعد حين كوارشما استلم الكرة دخل كوارشما هل قال لك رونالدو سدد الإسبان هدف من الرابع ما زال 13 دقيقة لعب الكرة بيضاء رونالدو ضربة خطيرة وما زال كوارشما لمست يد أكيد غير خرج رونالدو وحده وجه اللي وجه تذكرته بقى رونالدو في تنفيذ المخالفة رونالدو